حابين نعلن عن المؤتمر العلمي اللي هينظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للاحتفال بمئوية ميلاد قداسة البابا شنودة الثالث. تحت رعاية قداسة البابا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات، دعوة الباحثين لتقديم أبحاث في المؤتمر العلمي الذي ينظمه المركز للاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو إلى 3 أغسطس من العام الحالي بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ويأتي هذا المؤتمر ضمن العديد من الفعاليات التي يقيمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث. وللتعرف على شروط الأبحاث ومحاورها المتعددة تفضلوا بزيارة صفحة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ويرجى إرسال البحث في شكله النهائي بحد أقصى يوم 22 يوليو 2023 مرفق معاه استمارة التقدم للمؤتمر والأوراق المطلوبة. أما بقى عن الحفل الختامي لاحتفالية مئوية مثلث رحمات قداسة البابا شنودة الثالث يوم 3 أغسطس على المسرح الكبير بقاعة المنارة بالتجمع الخامس محور المشير، ويرفع الستار في تمام الساعة 8 مساء في تمام الساعة 8. ويؤكد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ومن باب العدالة في توزيع الدعوات الشخصية من خلال المركز، والحفل يتضمن العديد من الفقرات المستوحاة من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر. ويأتي هذا الحفل كختام لفعاليات تمتد من اليوم 1 أغسطس وتبدأ بالمؤتمر العلمي والبحثي. لكل التفاصيل رجاء تفضلوا بزيارة موقع المركز وللتواصل على الهاتف رقم التليفون 010-6017-8415. مشاهدينا الكرام، خلونا نروح نشوف برومو عن هذا المؤتمر العلمي اللي بينظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. خليكم معنا. تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات، يتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بدعوة الباحثين لتقديم أبحاث في المؤتمر العلمي الذي ينظمه المركز للاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، وذلك في 1 و 2 أغسطس من هذا العام بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. يأتي هذا المؤتمر ضمن العديد من الفعاليات التي يقيمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث. للتعرف على شروط الأبحاث ومحاورها المتعددة تفضلوا بزيارة صفحة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. مواعيد مهمة: إرسال ملخص البحث باللغتين العربية والإنجليزية في حدود 200 إلى 400 كلمة، إرسال البحث في شكله النهائي بحد أقصى يوم 22 من يوليو من هذا العام مرفق معه استمارة التقدم للمؤتمر والأوراق المطلوبة. للتواصل والاستفسارات